سبأوا في بيوتهم عند النار، قتلوا من شدة البرد، أهلكهم البرد. فالريح صرصر، الريح عاتية، وفي عاد أين قوتهم؟ أين جبروتهم؟ أين بطشهم بالأمم؟ أين تحديهم لعذاب الله؟ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ما أتت الريح على شيء إلا وحطمته، إلا وفتتته، إلا جعلته كالرميم، لم تبق شيئا. إنه جندي واحد من جنود الله عز وجل. هذه الأمة التي عتت وتجبرت حملتها الريح إلى السماء ثم رمتها على الأرض، فإذا بأجسادهم تنفصل عن رؤوسهم، فإذا بهم صرعى جثث على الأرض ملقى. فهل ترى لهم من باقية؟ هل بقي منهم إنسان؟ أبدا. أما هود عليه السلام والقلة الذين آمنوا معه، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. أين هم؟ ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ تلك الأمة التي عاندت وتجبرت وظنت أنها أقوى أمة على وجه الأرض، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. هل بقي لهم من أثر؟ هل بقيت منهم باقية؟ دمرهم الرب عز وجل. وهكذا كل أمة تتجبر على أمر الله عز وجل وتعصي رسله وتتكبر في الأرض فهذا هو مصيرهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم تر يا محمد ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ دمرهم. الله يقص في القرآن هذه القصة لتعتبر هذه الأمم المتكبرة وهذه الدول المتجبرة التي تظن أنه ليس هناك في الأرض قوة تقف أمامها جندي واحد من جنود الرحمن، أهلك تلك الأمة فلم يبقي لهم أثرا ولم يبقي لهم نسلا، فهل ترى لهم من باقية؟ ونجى الله هودا ومعه أهل الإيمان وأهلك كل الكافرين. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سوف نتكلم عن أمة نحتت الجبال، جعلت من الجبال بيوتا وقصورا منذ آلاف السنين إلى اليوم، آثارهم موجودة، قصورهم وبيوتهم في الجبال لا زالت منحوتة لتبقى عبرة لمن يأتي من الأمم. ما هذه الأمة؟ وما هذا الشعب الذي جاء بعد قوم عاد وقوم هود عليه السلام؟ من هم؟ ومن أرسل الله عز وجل إليهم؟ إنه نبي الله صالح عليه السلام. هذا النبي الذي أرسله الله عز وجل لهذه الأمة ماذا قال لها؟ وماذا فعلت معه؟ وكيف عاقبها الرب عز وجل؟ هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص. دعوتك هذه نحن متشككون منها، أي قوة أعطاهم الله عز وجل؟ نحتوا الجبال، كسروا الصخر، فجأة يهتز الصخر. كيف يتحدانا هذا الرجل الذي يدعي أنه رسول ونبي؟ هرب إلى رأس الجبل ونحروه، أول ما خرجت الناقة وفي بطنها جنين قتلنا الناقة، الآن يريدون قتل نبي الله. من قتل هذه